بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على برضو ما زلنا مع البروتكتد، بس هتناول حتة مهمة جدا في البروتكتد، ألا وهي لما أعمل أوفررايد. لما أجي أعمل أوفررايدنج يعني أقصد إيه؟ لو أنا دلوقتي هل أقدر أغير، أنا هاخد كوبي من المثال اللي فات بس عشان إيه، وأغير ما يلزم عشان أوصل لفكرة البروتكتد لما يكون في وراثة. لما يكون في وراثة هل ممكن أغير ولا مش ممكن أغير؟ لما أجي أورث حاجة بروتكتد إيه اللي ممكن يحصل؟ انا عندي مثلا بيس 2 ودريفيت 2، انا هغيرهم بس عشان المسمات ما تبقاش متشابهه، وغيرهم برضو في المين لان المين طبعا ممكن تشوف كلاسز في فايلز تانية. فماشي خلاص، عملنا بيس 2 وعملنا دريفيت 2، وجينا عند بيس 2 البروتكتد عملته اوبن. يعني ايه بقى؟ يعني هو قابل ان هو يعاد صياغته في الدريفيت في الوارث. فاعمل كلاس جديد وارث دريفيت مثلا 3، وهخليه برضو يعني بينهيرت فروم بيس 2 عادي، وهخليه بقى يبدا يشتغل على فكره ايه، ان هو يعمل اوفر رايد لفاريبل اصلا كان بروتكتد. هيديني ميزتين مهمين جدا، ان انا هقدر اغير في الفاليو وده عادي مفيش فيها مشكله، لكن هقدر اغير كمان في الفيزابيلتي بتاعه الموديفايرز. في الفيزابيلتي بتاعه الموديفايرز هو كان بروتكتد، جيت في دريفيت 3 وخليتها بابليك. بقى معنى الكلام ده ايه؟ غيرت الفاليو من برو 1، خليتها بدل ما هي بزيرو خليتها بواحد، وفي نفس الوقت دي حولت نوعها البابليك. لما حولت نوعها البابليك اي حد هيجي يورث من دريفيت 3 خلاص هيتعامل مع البرو 1 از ايه؟ ان هو بابليك، مش ان هو بروتكتد. الدليل لما نعمل فال بي بيز 2 مش هيشوف حاجه. لو قلت دريفيت 2 وعملت منه اوبجكت دي 2 هجيب جيت برو، فالمفترض يجيبها بايه؟ بالرقم الاول، باللي موجود في البيز، باللي موجود في الايه؟ في البيز. ولما جيت عرفت دي 3 من دريفيت 3 المره دي المفروض يجيب لي قيمته منين؟ يجيب لي قيمته من اللي موجوده في دريفيت 3 از ا بابليك، از ا بابليك. خلاص تلاحظ ان فوق في دريفيت 2 قدرت انادي على جيت ايه برو، لكن ما قدرتش اكسس البرو 1 على، لكن هنا قدرت اكسس البرو 1 ليه؟ لان البرو 1 بالنسبه لي بقى بابليك، فمبقاش في عندي مشكله ان انا اقدر اكسس واوصل للقيمه بتاعته بدون مشاكل. فالاولانيه جابت لي صفر اللي هي الفانكشن، اما الثانيه اللي انا قدرت اكسس فيها الفاريبل مباشره جابت لي ايه؟ واحد بدون اي مشاكل.